طبعا على حسب توقيات اللجنه العليا للحمله الامنيه قمنا بحمله امنيه مشتركه لتعقب وضبط المخلين بالامن المطلوبين امنيا. تم ضبط 3 من المطلوبين امنيا: غزوان المخلافي وماجد العراق وعمر الشرعبي. وهناك نيه لاستمرار الحمله الامنيه لمتهمات والقبض على بقيه المتهمين وضرب يد من حديد لكل من تسول نفسه باي لمقاومه الحمله الامنيه. نحن قمنا بواجبنا وايصاله للسجن المركزي والقضاء يتولى بقيه الاجراءات القانونيه.